كان هذه ردود فعل المنتصر الباطن. خلينا نشوف استطلاع عن ردود فعل الجماهير الشبابية الغاضبة بعد الخسارة اليوم أمام الباطن. الحمد لله على كل حال، هذه حال الكورة، فوز وخسارة، ولكن اللي ما يأكل بيده ما يشبع. يعني سامي ما قدم أي شيء، يعني هو قدم للشباب، أضاف عناصر جديدة أوكي، لكن ميت تكتيكيا، لا هجمات، يعني الكورة تطلع بحياة، ما يبغوا يلعبون اللاعبين. الفريق صراحة بدون هوية، فريق تعبان لا أظهرة، وتشكيلة صراحة تعبانة مرة، يعني شيء صراحة جمهور الشباب كله زعلان طالع، عشان لا تكتيك ولا شيء. أنا بطولة السنة هذه رحيل المدرب سامي الجابر، هذا اللي عندي. المدرب أخطأ والفريق كله ما لعب صح، لكن المفروض كان تيجي 3، الفريق ما كان فيه توفيق، ما كان فيه توفيق. في المدرب واللعيبة. مدربنا أساس الخراب. ولا تكلم. اليوم الشباب لم يقدم ما يشفع له. حنا سامي خلى الشباب حقل تجارب له. إذا في مسيرين للنادي يشيلون سامي وبس. أول شيء نحن جايين من مكة نبي نحضر نادي الشباب في الرياض، لقينا نفسنا في ملعب نادي الباطن. فريق لا تكتيك لا انضباط لا أي حاجة، يقفل النادي وما احنا عارفين ايش يسوي في النادي، يقفل النادي. كابتن سامي للأسف سيء سيء سيء، ونصيحة أخو نصيحة، يبتعد التدريب، يروح مكان آخر غير التدريب. يعلم الله أنه رسالة من محب لسامي. التدريب بعيد، مشاكل الإدارة سنحلها كشبابيين احنا، ولكن سامي الرجاء أنه يبتعد عنا شوي. رسالة لمسيرين هذا الشباب اللي جابوا سامي الجابر، يعني تنتظر مدرب يقول انا ما اعرف ادرب؟ لو جيب مشجع عادي والله العظيم واضح هذا، لا تكتيك لا جمل، مستوى ما فيه، روح ما فيه، مدرب فاشل. رسالتي الى صاحب السمو الملكي خادم السلطان، يرحم امك ابوس راسك، فكر من المدرب هذا، فيه 1000 مدرب.